هل في أمل إن أتخلص من مشاكل ألم الأبهر أو ألم منتصف الظهر؟ معظم حياتنا حالياً بقت مكتبية أكتر، بقى فيها قعدة كتير، بقى فيها وقفة كتير، بقت الحركة أقل، المشي أقل، الرياضة أقل، النوم بطريقة غلط. كتير من أطفالنا الصغيرين أو أخواتنا الصغيرين عندهم ألم دايماً ما بين لحون الكتف، من ظهرهم، من ورا. هل ده مشكلة ليها حل ولا لأ؟ ونقول لك زي ما متعودين مع بعض في السيبسي وفي MT إن دايماً عشان نحل أي مشكلة ندور على السبب عشان تتخلص من عرض. طب هل أصلاً في أسباب كتيرة للألم منتصف أسفل الظهر؟ ولا هو مجرد شد عضلي وخلاص؟ بنقول لك لأ، ممكن لو عندك مشكلة في الأعضاء الأمامية للجهاز الهضمي زي المعدة، زي الكبد، زي المرارة، زي البنكرياس، كل ده ممكن يعمل لك مشكلة في منتصف أسفل الظهر. ممكن لو عندك مشكلة في النفس أو الحجاب الحاجز ممكن يعمل لك ألم في منتصف أسفل الظهر. ممكن بس لو مجرد إنك متعود تقعد بطريقة غلط فترة كبيرة ومتشغل على كمبيوتر أو لابتوب فترة كبيرة ومتعود إنك تاخد وضع غلط، ده على مع الوقت واليوم والتاني والتالت يعمل لك مشكلة في وضعية العمود الفقري والفقرات، يعمل لك ألم في منتصف الظهر. لو عملت جراحة قبل كده في العمود الفقري أو عمل جراحة تجميلية أو شلت مثلاً ورم لا قدر الله في نفس المكان، يعمل لك ألم بعدها فترة نتيجة الخلل وعدم التوازن اللي بيحصل لك في المنطقة دي. علشان كده سهل جداً نتخلص من ألم منتصف الظهر، لكن الأصعب إن إحنا نبتدي صح. الأصعب إن إحنا نوصل للتشخيص، مش بس نعالج ألم بمساج أو كريم أو مسكن أو حقن أو كورتيزون، إن كل الحاجات دي رائعة وجميلة جداً بس مؤقتة. علشان كده فكرة إنك تتخلص من ألم أسفل منتصف الظهر مش صعبة، لكن دور على السبب وعالجه فتتخلص من ألم الأبهر أو منتصف أسفل الظهر.